وفي خلال 3 حلقات متواصلة اتكلمت معاكم المرة اللي فاتت عن الانشقاق الكبير، لكن المرة دي هتكلم معاكم عن الانشقاق الكبير عشان تقدروا تستوعبوا الموضوع. فيلا بينا. اهلا بيكم، معاكم كرولوس كمال وحلقه جديده من برنامجنا حكاوي قبطيه. عايزين ننشر لكم التاريخ بمنتهى البساطه، فاللي عجباه الفكره واللي مهتم بالموضوع يشترك معانا في القناه ويفعل الجرس عشان تقدر تجيله اشعارات بكل الحلقات الجديده، وكمان تشيروها لكل الناس عشان الناس اللي مش عارفانا تعرفنا، وتدوس لايك لو الحلقه عجباكم. اتكلمنا معاكم وشفنا على مدار 3 حلقات ازاي الانشقاق الكبير حصل. الموضوع بدأ بنواة صغيرة جدا في سنة 451 ميلاديا، اللي هو مجمع خلقدونيا، لما المجمع ده عطى كرسي القسطنطينية رئاسة في المجامع وامتيازات وثواب كرسي روما. الموضوع اللي ضايق بابا لاون جدا، لكن ما اتكلمش بسبب داس مجمع خلقدونيا. بعد كده الامبراطور موريس، امبراطور بيزنطة او القسطنطينية، تلقم مسكوني لبطرك القسطنطينية. وبعد كده ما حصلش اي خلاف او صدام مباشر بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية دي، لكن الاحداث دي كانت بذرة الخلاف بينهم. بعد كده ظهر عندنا في اوائل القرن السادس الميلادي، ودي بداية الهرطقة اللي هتحدث الصدام، مجموعة ناس ظهروا في اوائل القرن السادس في اسبانيا وفي فرنسا. الناس دي حبت يأكدوا على لاهوت السيد المسيح، فقالوا ان الروح القدس منبثق من الاب والابن، وحبوا يضيفوا كلمة الابن في الجزء الخاص بانبثاق الروح القدس بقانون الايمان، واصبح قانون الايمان كالتالي: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب والابن. الموضوع ده غلط ويخالف تعليم الكتاب المقدس، لان السيد المسيح قال ان الروح القدس سيرسله من عند الاب، وكمان بيخالف قوانين مجمع نقيا ان هم عملوا اضافه لقانون الايمان من غير مجمع او من غير اي حاجه. المهم في كنيسة روما بدأت تحدث بعض الخلافات والتذبذبات، لأن ساعات بيجي بطرك أو بابا بيأيد انبثاق الروح القدس من الآب والابن، بابا تاني يرفض انبثاق الروح القدس من الآب والابن، فظهر عندنا فريقين، بابا يأيد وبابا يعارض، بابا يأيد وبابا يعارض. لكن كنيسة القسطنطينية كانت بعيدة تماما عن هذا الفكر وعن هذا الصراع، لحد ما جه البابا نيكولاوس الروماني. البابا نيكولاوس الروماني لقى ان كنيسة القسطنطينية بدأت تبعت مبشرين في منطقة بلغاريا، المنطقة الفاصلة بين كرسي روما وكرسي القسطنطينية، فقرر هو كمان يتعدى عليهم ويبعت مبشرين هناك، وعشان يميز تلاميذه من تلاميذ القسطنطينية بدأ يعلمهم قانون الإيمان مضافا له كلمة الابن في انبثاق الروح القدس. الموضوع ده ضايق بطرك القسطنطينية جدا، وبدأ يبعت له الشروحات ويقول له ان الكلام ده غلط، ودخلوا هما الاثنين في صراع. صراع دام فترة طويلة جدا، والكنيسة دي ما كانش بيتعامل مع الكنيسة دي، لحد ما جه بابا روما جديد وصلح الخلافات مع كنيسة القسطنطينية. فضل الموضوع هكذا بين مؤيد ومعارض في انبثاق الروح القدس في كنيسة روما، حد ما جينا لبداية القرن ال11 وخصوصا سنة 1054 ميلاديا، وقت رسامة البابا سرجيوس الرابع. وكالعادة في الأباء البطارقة، أي بطرق جديد بيترسم كان بيكتب رسالة لكل إخواته وشركائه في الكراسي الرسولية عشان يوضح لهم إيمانه، عشان هم كمان يقبلوه ويذكروه في الصلوات. فالبابا سرجيوس بعت لأخوه وشريكه في كرسي القسطنطينية رسالة بيعلمه أنه هو اترسم جديد، وبيشرح له فيها إيمانه، فإعلان على إيمانه وأضاف عليه كلمة الابن في انبثاق الآب. الموضوع ده ضايق بطرك القسطنطينية جدا اللي كان اسمه سرجيوس برضه، ورفض أنه هو يذكره في الصلوات، ورفض أنه هو يكتب اسمه في الزبختة، وبدأت خلافات بينهم. البابا سرجيوس اتضايق، ازاي ان هو يرفض ان هو يذكرني في الصلوات، وازاي ان هو يعتبرني محروم، فشكل وفد برئاسة الكاردينال هامبرد وبعته لبطرك القسطنطينية عشان يحلوا الخلافات بينهم. الكاردينال هامبرد اول ما راح لكنيسة القسطنطينية وتقابل مع البطرك اتعامل معاه بكبرياء وبعجرفة، البطرك مرضاش يقابله بعد كده وشكل وفد عشان يتصرفوا معاه ويتعاملوا معاه، لكن الوفد الروماني والوفد القسطنطيني ما حصل خلافات بينهم وما اتفقوش مع بعض تماما. فالكاردينال هامبرد كتب حرمات على كرسي القسطنطينية، وخد الورقة اللي فيها الحرمات وراح على المسبح في كنيسة آيا صوفيا أكبر كنائس القسطنطينية، وساب الحرمات هناك. الخدام بتوع المسبح أول ما شافوا الورقة وقروا الحرمات اللي فيها أخدوا الورقة وجريوا على الكاردينال هامبرد بيتوسلوه إن هو يسحب الحرمات دي، لأن ده هيحصل انشقاق في الكنيستين مع بعض. لكن الكاردينال هامبرد
ما سمعش كلامهم وقلع نحل عزاءه ونفضها على بعض وخد بعضه ومشي، وانشقت الكنيستين تماما، وكنيسة القسطنطينية سمت نفسها بالروم الأرثوذكس لأن هم تمسكوا بالتعاليم بتاعتهم ومرضوش يحيدوا عنها، التعليم الخلقدونية برضو، وكنيسة روما سمت نفسها كنيسة الكاثوليك أي الكنيسة الجامعة. وبنبدأ بنعمة ربنا من الحلقة الجاية نشرح لكم بعض الخلافات اللي حصلت داخل كنيسة الكاثوليك، وليه كنيسة الكاثوليك بتعتبر إن البابا معصوم من الخطأ، وإيه الأحداث اللي أدت إلى ظهور مارتن لوثر. في حلقة المرة الجاية حلقة مهمة جدا، والحلقات اللي جاية مهمة جدا، فياريت تستنونا كل يوم أربعاء الساعة 5. يا شكرا، مع السلامة.